تالت أسوأ أزمة اقتصادية بالعالم هي بلبنان، ومن طب خمس أسوأ انهيارات بالتاريخ من 150 سنة لهلأ. أرقام وتحاليل وتقارير دولية طلعت تنع لبنان من سنتين لهلأ، وبعده الانهيار ما وقف. بحسب خبراء الاقتصاد، لو لبنان وقف الانهيار اليوم وعمل نمو اقتصادي 5% بالسنة كل سنة، بده 25 سنة ليرجع للحد الأدنى اللي كان فيه بال 2018. مع أنه لبنان بال 2018 كان عايش كذبة، وهلأ انكشفت الحقيقة وصلنا عم نواجه واقع قاسي. أرقام المنظمات العالمية بتشير أنه 70% من اللبنانيين صاروا تحت خط الفقر، ومليون طفل ما عم يتعلموا من وقت الأزمة. من بعد الهجرة اللي صارت آخر سنتين، بعد فيه بين 3,800,000 و4,200,000 مقيم بلبنان، تلتهم أجانب. الفقر واندحار التعليم هي مشكلة كبيرة رح تواجه لبنان بالمستقبل القريب وتأثر على هويته وثقافته. بس ليه الفقر هو مشكل كبير لحيالله مجتمع بالعالم؟ لأنه الفقر بحسب الدراسات والأبحاث بيقدر يغير من تركيبة الدماغ، وبيأثر بيولوجياً على الجسم ونفسياً من وراء ستريس أو القلق. بتقول الدراسات أنه وظيفة الدماغ بتتغير عند الأطفال بالعائلات الفقيرة، كمية القلق اللي بتجي عند أهلهم من أجل تأمين معيشة أفضل بتكون كبيرة. هذا القلق بيساعد على فرز مادة الكورتيزول بالجسم وبالدماغ اللي بتصير نيوروتوكسين. Extended exposure to cortisol has been shown to influence the neural circuitry of developing fetuses. In other words, a constantly stressed out mother is really bad for developing babies. بتأثر على الجنين وتطور دماغه إذا المرأة حامل، وبتزيد من المشاكل الصحية والأزمات القلبية. بصير الدماغ بحالة نجاة دائمة، بصير قسم معين من الدماغ بيشتغل بس، والباقي ما بينمى ولا بيتطور، وبتصير الأفكار الكبيرة والعميقة أو التعلم أبطأ أو محدود. الفقر بيأثر على العلم، والعلم ضروري لنمو الدماغ وتطور المجتمع. فإذا عنا مليون طفل ما عم يتعلموا ومستوى الفقر عم بيزيد، وبظل أزمة المواصلات والإنترنت والتدهور العملي وعدم معرفة المستقبل، كل هيدي العوامل وغيرها بتأثر على النمو والتطور. فإذن شو النتيجة اللي رح نحصدها بعد 10 سنين؟ وكيف ممكن نرجع نبني مجتمع وبلد إذا الفقر كمل يأكل معه طبقة الوسطى؟